وكأن هذا الثرى من حولنا على موعد مع الفخر منذ أن خلقه ربه. من كان ليصدق أنه هو ذاته الذي التقى على جبينه زايد وراشد، طيب الله ثرهما ليؤسسوا للمجد صرح يعانق في عليائه الثريا. نعم، من كان ليصدق أنه في 18 من فبراير لعام 1968، وتحديدا في هذا المكان حيث توقف الزمان وشهد اجتماع العضيدان وهما يتفقان على اللبنة الأولى لبنيان أصبح مفخرة بين الأوطان، إنه سيعود ويتوقف ليفاخر الأزمان. ما الذي بينك وبين الله يا منطقة السميح ليسطر اسمك على جبين العز في كل حين؟ فاليوم أنت على موعد آخر للتاريخ مع غرس زايد وراشد وإخوانهم من صناع اتحاد هذه البلاد. نعم يا سعود، اليوم نحن على موعد مع وقفة ولاء وحب وانتماء أبطالها وبطلاتها من نبع هذه الأرض الطيبة، من قلب أبو ظبي ونبض دبي وثغر الشارقة وعين عجمان وأنفاس أم القوين وعروق رأس الخيمة وروح الفجيرة. فما الذي بينك وبين الله يا منطقة السميح؟ حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها. قالها ظل زايد على الأرض ووريث حبه في قلوب العالمين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. وأمام اليوم أبنائك وبناتك سيدي ممن صدقوا الوعد والعهد والفرض وفاضت صدورهم بالولاء لهذه الأرض، فهنيئا للوطن سيدي، عشق شعب لا يطيق على قياسه الطول والعرض. اليوم وبهذه المناسبة، مناسبة يوم الاتحاد وعيد الاتحاد، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم الكرام، وإلى أبنائي وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، من السلع إلى خورفكان، ومن سواحل الخليج العربي إلى سواحل بحر عمان، وأهلا بكم مشاهدين استوديو وزارة الدفاع التي تحتفل معكم بهذا النقل المشترك ومع قنوات الدولة لوقائع احتفالية وقفة ولاء لنباهي بها هامات الدنيا ونفرح بفرحة شبابنا التي لا تسعه الدنيا. Shine, my dear.
من أروع ما نظم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في حب القادة المؤسسين، وكأن سموه ينطق من قلوبنا جميعا نحن معشر الإماراتيين بأعذب القوافي. حب زايد وراشد طيب الله ثراهما موروث بيننا، فلو سألت اليوم أي من الجيل الذي لم يعاصر زايد وراشد لوجدته يعرفهما حق المعرفة وكأنه عاش في زمانهما. رحم الله الشيخ زايد وأخيه الشيخ راشد وأسكنهما فسيح جناته. اللهم آمين. والآن مشاهدينا ننتقل إلى زميلنا رافد الحارثي المتواجد في الميدان. بداية حدثنا رافد عن الأجواء من حولك والتي تسبق هذا المحفل الوطني الكبير. نعم، شكرا للزملاء في استديو وزارة الدفاع، نرحب فيكم مشاهدي الكرام في هذا البث المشترك في هذه الوقفة، وقفة ولاء من هذا المكان الاستراتيجي السميح الذي شهد اللبنة الأولى لبناء الاتحاد. اليوم نعيش جميعا الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الخدمة الوطنية الاحتياطية اللي عزز في كل مواطن ومواطنة هذا الحب، حب الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة. اليوم بنشاهد طبعا العديد من الصور الجميلة، الصور اللي يفرح فيها كل أب وأم بمجندي ومجندات الخدمة الوطنية والاحتياطية من هذه المنطقة، منطقة السميح مثل ما قلنا اللي شهدت اللبنة الأولى لبناء دولة الاتحاد. بنوافيكم إن شاء الله بصور رائعة، صور جميلة من هذا الاحتفال المهيب إن شاء الله في هذا اليوم اللي نحتفل كذلك به في اليوم الوطني لل53 من اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. نعود للزملاء في الاستديو. شكرا رافد، وأكيد بنرجع لك ولضيوفك أثناء هذه التغطية. مشاهدينا، لم تكن الخدمة الوطنية وليدة لحظة نجاحها، بل سبقها أعوام من العمل والاجتهاد والبحث عن أنجح سبلها خدمة للوطن والمواطن، فكانت بتوجيهات سامية من الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. بدأت رحلة الخدمة الوطنية بتوجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي خط بالأحرف الأولى لأبهى أوجه التلاحم بين القيادة والشعب على جبين هذه الأرض التي يفديها أهلها بكل غال ونفيس، والتي تجلت بالخدمة الوطنية التي تعد واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. واصل الوالد زايد طيب الله ثراه تطويره لنظم الخدمة الوطنية لتكون ركيزة أساسية في بناء الوطن وحمايته، وتكلل هذا التطوير بانطلاق العمل على قانون الخدمة الوطنية في مايو 1991 بهدف دراسة آلية لبناء قوة دفاعية مستدامة تضمن أمن الوطن واستقراره. حرب تحرير الكويت الشقيقة كانت الومضة التي أنارت مشعل الخدمة الوطنية في نفوس وعقول أبناء الوطن، ليلبوا النداء طواعية على اختلاف أعمارهم وأجناسهم من مختلف إمارات الدولة
حبا وكرامة وطاعة لولي الأمر. عندما تعود بنا الذاكرة لتلك الأيام ونرى حرص والدنا زايد طيب الله ثراه على أبنائه وفخره بهم، تسمو بنا الحمية الوطنية فداء لأرضنا وجونا وبحرنا. رحم الله الشيخ زايد ودام لنا شيخنا محمد بن زايد بالعز والمجد لقادم الأيام. نرحب بكم مجدداً مشاهدينا الكرام، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف سعادة اللواء عيسى المهيري قائد قوات الاحتياط. بداية سعادتك نبارك لكم هذه الجهود الكبيرة، ونبارك لكم هذا اليوم العظيم على دولة الإمارات. عسى ربي يديم الأمن والأمان والاستقرار على دولتنا، وكل عام وأنتم بخير. بداية في هذا اليوم العظيم نرفع أعلى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو سيدي صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، وإلى شيوخنا وحكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات في هذا اليوم المبارك والعظيم على قلوبنا، اليوم الوطني 53. سيدي، كيف ساهمت الخدمة الوطنية في تعزيز قوة الاحتياط؟ نعم، الخدمة الوطنية هي ركيزة أساسية، وهي حد يعني أحد مكونات القدرة البشرية لقوات الاحتياط، حيث أسهمت بشكل كبير في بناء قوة الاحتياط، بناء قوة مؤهلة، وقاد هذا المكون على تلبية النداء الواجب، ومن خلال ما تلقاه من إعداد وتدريب نوعي وبرامج مكثفة، أصبحت لدينا الآن الحمد لله قاعدة من العناصر الذين يمتلكون أفضل المهارات المكتسبة الجاهزة لتنفيذ أي واجب، مع الانضباط العالي وفي الانضباط العالي والقدرة على تنفيذ المهام بالدفاع عن ممتلكات ومكتسبات هذه الأرض المباركة. سيدي، ما هي البرامج والبرامج التدريبية والمناهج اللي تقدم للمنتسبين في الخدمة الوطنية؟ نعم، هناك تقدم برامج تدريبية متنوعة تشمل التدريب العسكري الأساسي والتدريب التخصصي، كذلك المهارات المختلفة وتدريب القيادة، بالإضافة إلى التدريب على المعدات وعلى التقنيات الحديثة من خلال برنامج الخدمة الوطنية، مركزين كذلك على القيم الوطنية وإلى جانب الولاء والتثقيف لتعزيز الوعي بأهمية الأمن الوطني. نعم سيدي، المتتبع للعشر سنوات السابقة منذ انطلاق الخدمة الوطنية وانعكاسها برأيك بارتباط الشباب بالخدمة العسكرية، كيف تراها؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، الخدمة الوطنية غرست في هذا العنصر، في عنصر الشباب، مفاهيم العقيدة العسكرية والانضباط والالتزام والعمل الجماعي وروح الفريق، فأكسبتهم ساعدتهم على فهم الولاء لهذه القيادة ولمكتسباتهم العسكرية، كذلك زادت المعارف من ثقة الشباب هذا، وزيادة الحس الأمني بانخراطهم في العمل العسكري، وهذا صقل وعيهم على التحديات الأمنية ودورهم الحيوي في واجباتهم في الدفاع عن الدولة. سيدي، هذا بالنسبة للمجندين اللي انخرطوا في الخدمة الوطنية، ولكن برأيك كيف الأثر الإيجابي على المجتمع ككل في دولة الإمارات؟ ما هو دور الخدمة الوطنية في هذا؟ بالضبط، بدون أدنى شك للخدمة الوطنية دور فاعل وبارز في تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي والتواصل كذلك في 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 ما بين المجتمع على شكل، لذلك لأن مكوناتهم هذا من الشباب على مد الإمارات من بداية مع المختلف الإمارات وتحت هدف واحد، هي خدمة هذه البلد، وهذا رسخ عندهم قيم التعاون والانتماء، وأوجد جيل واعي قادر على تحمل المسؤولية
وخدمة مجتمعها بكفاءة، كذلك بناء صداقات ما بين الشباب هذيلة على مسار، سواء كان من بيئات مختلفة، بيئة حضرية أو صحراوية أو بيئة جبلية، فخلق التماسك والتلاحم وبناء الصداقات ما بين الشباب هذيلة في هذا السن المبكر يعني من صحيح سيدي. سعادة اللواء سيدي عيسى راشد المهيري قائد قوة الاحتياط، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه التغطية، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في خدمة البلاد والعباد بإذن الله. شكرا لك. أشكركم لتاحت لنا هذه الفرصة وتواصلنا مع المجتمع وظهور الصورة الطيبة اللي تعكس مدى تلاحم قوات المسلحة مع المجتمع بشكل كامل. صورة حقيقة تملأ الصدور فخرا، وأكيد نحن يعني نترقب وصول راعي الحفل لنرى هذا الاصطفاف وهذا العرض في هذا اليوم. وشكرا لجهودكم الجبارة اللي قمتوا بها خلال الفترة الماضية، تمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله في هذا اليوم. مشاهدينا، تمكنت الخدمة الوطنية خلال السنوات الماضية من أن تصبح ركيزة أساسية لتعزيز قيم الولاء والانتماء وبناء جيل قوي وواع وقادر على مواجهة التحديات، حيث تعد إنجازا وطنيا بارزا بعد أن نجحت باقتدار في تطوير قادة من الشباب الذين يمتلكون روح المسؤولية والطموح لخدمة الوطن، وهو ما أثبته الخريجيون بعد أن أصبحوا اليوم القوة الدافعة للتنمية والابتكار وعماد المستقبل وقادة الغد الذين يواصلون بناء صروح الوطن وحماية مكتسباته. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تعد الخدمة الوطنية من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قيم الولاء والانتماء وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. بدأت رحلة الخدمة الوطنية بتوجيهات من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وواصلت القيادة الرشيدة تطويرها لتكون ركيزة أساسية في بناء الوطن وحمايته، حيث انطلق العمل على قانون الخدمة الوطنية في مايو 1991 بهدف دراسة آليات بناء قوة دفاعية مستدامة تضمن أمن الوطن واستقراره. وفي العام 2014 صدر القانون الاتحادي للخدمة الوطنية والاحتياطية ليصبح نقطة تحول في مسيرة تعزيز الكفاءات الوطنية وإعداد أجيال قادرة على حماية الوطن وتحقيق تطلعاته. تسعى الخدمة الوطنية إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لتشمل تعزيز الدفاع الوطني من خلال بناء كوادر وطنية تتمتع بالقدرات والكفاءات اللازمة للدفاع عن الوطن والجاهزية الدائمة، من خلال ضمان الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات بكفاءة وفعالية. بالإضافة لتعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الوطن ودعم القطاعات الحيوية وتمكين الكوادر الوطنية من المساهمة في جميع القطاعات المدنية والعسكرية. خلال العشر سنوات الماضية حققت الخدمة الوطنية العديد من الإنجازات، ومنها إعداد الأجيال وتأهيل آلاف الشباب الإماراتيين ليكونوا قوة فاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، كما أدت للتكامل مع القطاعات المختلفة، حيث عمل المجندون في دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والنقل والدفاع المدني والخدمات اللوجستية في المطارات والموانئ، وساهمت في الابتكار والتطوير حيث شهدت برامج الخدمة الوطنية تطويراً مستمراً للاستفادة من أحدث التقنيات والتجارب العالمية.
ساهمت الخدمة الوطنية في تنمية الكفاءات البشرية من خلال تعزيز مهارات الشباب سواء على الصعيد العسكري أو المدني من خلال برامج تدريبية شاملة، ولعبت دوراً في الجاهزية الأمنية حيث أصبحت القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً يحتذى به في الجاهزية والكفاءة بفضل الدعم الذي توفره الكوادر الوطنية المدربة. كما عززت الهوية الوطنية لا سيما وأنها نجحت في غرس قيم الولاء والانتماء في الأجيال الشابة، مما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية. مشاهدينا، الدفاع عن الوطن وحمايته واجب وطني لا يفرضه القانون فحسب، بل يمليه حس الانتماء الذي يسعى برنامج الخدمة الوطنية لغرس مفاهيمه لصالحه، ويتيح الفرصة لأبناء الوطن لرد الجميل لدار زايد التي وفرت لنا جميعا الأمن والاستقرار، ليكونوا عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة التي تراهن عليهم باعتبارهم الأمل والمستقبل. برنامج الخدمة الوطنية أتاح لنا الفرصة مع أخواننا وأخواتنا في القوات المسلحة، هم مثال نمتثل به، وأفتخر أني أشاركهم هذا الدرب وهذا البرنامج. حرك! الدولة تبقى رجال ونحن رجالها. دائماً يوم يوصلنا مسجات الالتحاق بالخدمة الإنعاشية دائماً نشعر بالفخر. هي لا شك أن في الخدمة الوطنية والتعزيزية هناك تعب ومجهود، دائماً الواحد يحس بعد ما أنهى يومه يحس بالفخر أنه قدم شيء لبلاده. هذا واجب وطني، كل شيء نزاح على طرف للواجب هذا، وجاهزين في أي وقت، موجودين في كتيبة المدفعية دورة الإنعاش، وهذا ثالث وآخر أسبوع لنا نحن نصقل مهاراتنا في الدورة ونسترجع المعلومات القديمة. كيف المعنوية؟ كانت تجربة جديدة كلياً بالنسبة لنا، من حياة مدني إلى حياة عسكري. أنت مدير، أنت مسؤول، أو أنت صاحب قرار، بعد ما تلبس التدريس الكل واحد. الحياة العسكرية بس الأشياء اللي نتعلمها مش معانا بس في فترة الحياة العسكرية، ناخذها ونعلم فيها حتى أولادنا. الفترة اللي قضيتها في القوات المسلحة تركت علي بصمة بقت معايا طول حياتي، في عملي، في بيتي، مع نفسي حتى. نحن حاضرين، نحن موجودين وجاهزين لأي أمر يجينا من قيادتها. وفي ذات السياق اللي ظهر فيه الشيوخ طول الله عمرهم وهم يقومون بواجبهم الوطني أسوة بكل أطياف الشعب، بكل ثقة وولاء ووفاء لهذه الأرض التي تعيش عليها ونعيش فيها، يسعدنا ويشرفنا في استوديو وزارة الدفاع أن نستضيف سعادة العميد حمد النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية. رحب بك سعادتك، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني، ومبروكين هذا الاصطفاف وهذا الفخر من أبناء الخدمة الوطنية. الله يبارك فيكم، وهذه طبعا مناسبة الجميع يفخر فيها في دولة الإمارات إن كان مواطن أو مقيم، ونحن اليوم نتشرف بهذا الاصطفاف ونشارك الدولة كلها بهاي المناسبة وبهذا الاصطفاف من عيالنا، والله إن شاء الله يخليهم قد المسؤولية دائما. سيدي، أريد أن أعود بالتاريخ إلى 10 سنوات سابقة عند بداية تشكل قانون الخدمة الوطنية وتطبيقها وأيضا تشكيل قوة الاحتياط. طبعا في بداية أي برنامج وبرنامج ضخم مثل هذا لا بد أن التحديات تكون كبيرة جدا، ولكن الحمد لله مثل ما تعودنا في دولة الإمارات الطموحات دائما عالية، وأيضا الأهداف كانت واضحة جدا من قيادتنا الرشيدة من خلال تشكيل الفريق المناسب، التنسيق المستمر داخل القوات المسلحة وخارج القوات المسلحة، التخطيط الجيد أدى إلى تذليل الصعاب الحمد لله، واليوم نحن في تطوير مستمر للبرنامج.
سيدي 10 سنوات مرت منذ انطلاق الخدمة الوطنية أو برنامج الخدمة الوطنية، ما هي التطورات اللي مرت على هذا البرنامج خلال هذه الفترة؟ تطورات كثيرة الحمد لله. طبعا بداية من منهاج التدريب اللي تطور باستمرار بناء على التغذية الراجعة، أيضا مساعدات التدريب، ميادين التدريب، البيئة التدريبية، حتى أساليب التدريب. اليوم وصلنا إلى وجود بيئة لا ورقية للمجندين، الانتقال عن طريق التدريب في التابلت أو القارئ اللوحي لجميع المجندين. الاختبارات صارت عندنا إلكترونية أيضا والتقييم، فالحمد لله التطوير مستمر ولا راح يوقف. سيدي، برنامج الخدمة الوطنية هو برنامج متعدد الأهداف، يصب في النهاية في مصلحة الشاب الإماراتي، تعزيز الجانب البدني أيضا في هذا الجانب لو نعرج عليه. إذا نأخذ البرنامج خلال 10 سنوات، هناك نقلة نوعية في جاهزية الشباب من حيث الجاهزية البدنية، وهذا ما لمسناه من جاهزيتهم من أول يوم يلتحقون في الدفعة. الأرقام والإحصائيات أثبتت قفزة نوعية من حيث الجاهزية والاستعداد البدني قبل الالتحاق في البرنامج. هذا ينعكس على نمط حياة الشباب قبل الالتحاق في الخدمة الوطنية. إذا في مرحلة الثانوية بدينا نلاحظ فئة الشباب في الحدائق، في أندية الرياضة يمارسون الرياضة، يستعدون، يقللون من الأكل الغير صحي، يرتبون برنامج نومهم، وهذا كله استعدادا لبرنامج الخدمة الوطنية، لأنهم يريدون يدخلون بقوة، يريدون يثبتون أنفسهم أمام زملائهم وأهلهم. والحمد لله هذا انعكاسه طيب جدا، والتطوير مستمر والتواصل مستمر مع المجتمع لتعزيز هذا المفهوم. إيش كثر الخدمة الوطنية فعلا عززت من تماسك المجتمع الإماراتي؟ هذا الشيء نحن نقيسه باستمرار في كل الدفعات، من خلال المجندين أنفسهم أو من خلال حتى أولياء أمورهم والعوائل، وبإضافة إلى جهات العمل والجامعات. وجدنا أن هناك تغير ملحوظ في اندماج الشعب في بعضه. اليوم أنت لما تكون في معسكر واحد تجتمع مع زميل جايينك، إن كان من غياثي أو من الفجيرة أو من الوقن والقوع، في مكان واحد. هاي الأماكن يمكن سابقا حتى ما كنت تعرف أو ما كنت وصلت للأمانة. وجودهم في نفس المكان أصبحوا أخوان، أصبحوا يتعارفون، أصبح له صديق في كل مكان وأخ في كل مكان. هذا يزيد اللحمة، يزيد التعارف، يزيد الانتماء للوطن. ما عندنا أني أنا بس في مكاني وما انتقلت لأماكن أخرى. اليوم في الخدمة الوطنية أنت زرت كل بقاع الدولة وأنت في مكانك. صحيح. سيدي العميد حمد خليفة النيادي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذا الاستديو، ونحن يعني باسمي وباسم سيدي الملازم سعود وأيضا مجندين خدمة وطنية نفخر حقيقة في أن نحن نكون عناصر فاعلين في القوات المسلحة، وإن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن القيادة. نحن نفخر فيكم وين ما كنتوا، والمجند مو بس في ميدان العسكرية، وين ما كان، إن كان في الإعلام أو في أي جانب آخر، هو يعتبر عضو فاعل في الدولة ويقوم بدوره، ونفخر بكم وين ما تكونون، وأنتوا دائما جزء منا وين ما كنتوا. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا نتوقف مع هذا الفاصل الغنائي احتفالا بهذا اليوم الوطني السعيد، ونعود لكم من جديد. Yeah.
الكل يتغنى بالوطن والقيادة، ونحن من هذا المنبر نبارك لوطننا بهذه الكوكبة من الشباب الذين لبوا النداء وكانوا خير من يدافع عنه، وآمنوا بقدراتهم القيادة الرشيدة بشكل عام. واللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة بشكل خاص، حيث تبنى سموه مهام تقوية عزائم الخدمة الوطنية بعد التخطيط الاستراتيجي كان قد بدأ منذ عقود في ظل قيادة واعية أدركت أهمية هذا المجال في تعزيز مفهوم الوطنية وتحقيق التلاحم الوطني. وقام سموه بالتأكيد على أهدافها بشتى السبل وقاد تعزيز قدرات أبناء الوطن الدفاعية، كما قام على تهيئة كافة السبل لإعداد جيل مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية للدفاع عن الوطن ومكتسباته في أي وقت، لتصبح اليوم واجبا وطنيا ومهنيا يعكس تلاحم الشعب مع قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعزز مفاهيم الولاء والانتباء الوطنيين. والآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميل رافد الحارثي ومع تغطيته الخاصة من موقع الحدث. رافد إليك الكلمة. نعم زملائي الكرام، نحن لازلنا متواجدين في تغطيتنا لهذا الحدث من منطقة أخرى من تغطيتنا لهذا الاصطفاف العظيم. نحن موجودين الآن مع زملائنا ومنتسبين الخدمة الوطنية والاحتياطية لأخذ مشاعرهم في هذه الوقفة. تعرف عليك؟ صقر الحوسنة. صقر من أي دفعة؟ من دفعة 14. صقر، خبرنا وقفتكم اليوم في هذا الاصطفاف العظيم، كيف تعبر عنه؟ أولا أتشرف بوجودي في بمشاركتي في الاصطفاف العظيم بمرور 10 سنين على الخدمة الوطنية، أعتقد فرحة للجميع ولكل المشاركين من المجندين. نتعرف عليك؟ حمد الشامسي. حمد، خبرنا عن انطباعك في هذا اليوم. هذا شرف لنا طال عمرك، وأقل واجب نقدمه لهذه الدولة العظيمة. نتعرف عليك؟ محمد عبد الله النهدي من الدفعة الثانية. من الدفعة الثانية. محمد، أعتقد أنك مررت ب10 سنوات أنت مع البرنامج، خبرنا انطباعك وبمرور اليوم البرنامج ب10 سنوات واللي يتزامن كذلك مع اليوم الوطني 53. بداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أخوانه حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 53 لهذا الوطن العظيم. ليصادف أيضا مرور 10 سنوات من برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، تشرفت بكوني أحد المجندين من الدفعة الثانية. طبعا في هذا البرنامج تعلمنا الكثير من التجارب الحياتية اللي أثرت علينا بشكل كبير، بدايتها الضبط والربط العسكري، أيضا الانضباط والدور الكبير اللي تقوم به القوات المسلحة في دولة الإمارات لحماية هذا الوطن العظيم. وقفة ولاء اليوم يمثل وقفة يعبر فيها مجندي الخدمة الوطنية ولائهم وانتمائهم لدولة الإمارات، وهذا أقل واجب شريف يقدمه المواطن في دولة الإمارات. وبهذه المناسبة أدعو جميع مجندين الخدمة الوطنية أن يحسون بهذه التجربة، وهذه التجربة اللي لها أثر كبير على الدولة وعلى جميع المنتسبين لها. شكرا لك محمد، شكرا لك شباب، شكرا، يعطيكم العافية. طبعا هذه كانت كلمات مجندين الخدمة الوطنية والاحتياطية المشاركين في هذا الاصطفاف من منطقة السميح. طبعا أتوا من كل أقطاب دولة الإمارات من السلح حتى الفجيرة، يحملون هذا الحب وهذا التضحية وما اكتسبوه من مهارات عسكرية من ضبط ورد وغيرها من المهارات اللي أكسبتهم إياها الخدمة الوطنية والاحتياطية. الآن زملاء الكرام ننتقل للزميل خالد الريسي في منطقة أخرى من مناطق هذه الاصطفاف. كل الشكر للزميل رافد وللزملاء أيضا في استوديو وزارة الدفاع. نعم مشاهدين الكرام، في هذا الحدث الاستثنائي المهيب ذكرى
مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية، نعم مشاهدينا الكرام، نقف أمام مجموعة من الشابات والشباب هنا في منطقة السميح والذين يعكسون قيم الولاء والانتماء. نعم هي الخدمة الوطنية التي أثرت بالإيجاب بلا شك على تشكيل هذا الوعي لكافة المشاركين، وأيضا تنمية مهاراتهم، وأيضا تعزيز الولاء والانتماء للوطن. في هذه الأثناء مشاهدينا دعونا نستطلع تجارب الشباب وأيضا تجربتهم في المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، ومعنا في الأثناء بعض المجندات المشاركات في هذا الاصطفاف المهيب. دعونا نتعرف عليهن. نتعرف عليك في البداية وفي أي دفعة؟ السلام عليكم، اسمي منى إبراهيم الزيودي، دفعة 15 من مدرسة خولة بنت الأزوار. منى، حدثينا عن شعورك اليوم في المشاركة في وقفة ولاء مع أخوتك وأخواتك من المجندات. وجودي في هالمكان ووقوفي في هالمكان بالذات بين آلاف المجندين يشعرني بالفخر والاعتزاز والولاء لدولتي الحبيبة. هو شعور بلا شك جميل ويتخلده الكثير من المشاعر والتي تأتي بالحقيقة متزامنة مع العيد الوطني 53 لدولة الإمارات. حدثينا عن التجهيزات التي سبقت هذه المشاركة في هذا الاصطفاف المهيب. الصراحة بداية كنا نعاني من شوية صعوبات وضغوطات، وبدينا التجهيزات من شهر تقريبا، والمعسكر الحمد لله ما قصروا ويانا وشجعونا معنويا، والحمد لله المعسكر سبب وصولنا لهالمرحلة. كذلك نتعرف على مشاركة أخرى، نتعرف عليك المجندة. شم محمد النيادي، معاكم من الدفعة 15 من مدرسة خولة بنت الأزوار. نعم شم، الكثير ما يعلم بأن الخدمة الوطنية ترفد للمشاركين فيها العديد من المهارات الأساسية. اليوم حدثينا عن أبرز المهارات التي لاقيتيها وحرصتي على اكتسابها من خلال المشاركة في الخدمة الوطنية، وأيضا دوركم اليوم في هذا الاصطفاف المهيب، دوركم في التعامل والتعامل مع مختلف المجندات الأخريات. أول بداية واجهنا صعوبات كثيرة لكن تغلبنا عليها بمساعدة المدربات الموجودين معانا، تعلمنا النظام الضبط والعسكري. المكان اللي نحن فيه هذه بدينا فيها بداية الإمارات هني كانت، فكنت دائما أنا أشجع البنات الصبح أقول لهم يلا نحن رايحين للمكان ووقفة ولاء ونقدم القليل لهذه الدولة، فخلوا عزيمتكم دائما عالية. نرى بأن لك دور إيجابي في دعم ورفع المعنوية لكافة المجندات، ما هي الرسالة التي تودين أن توجهينها لكافة شباب وشابات الوطن؟ قد ما يقدرون ينجزون في عملهم ويكونون متقنين في العمل إن كان عسكري أو مدني، هذا كل شيء يرفع من الدولة، وهذا شيء بسيط نحن نقدمه لشيوخنا وقاداتنا. ننتقل إلى مشاركة أخرى معنا المجندة. نورة حمد العامري من الخدمة 15. نعم نورة، حدثينا اليوم دائما ما تحظى المرأة الإماراتية بالتمكين في كافة المجالات، واليوم نرى بأن قانون الخدمة الوطنية أتى لكافة الشباب ولكن هي مسألة اختيارية لكافة الفتيات. حدثينا عن حرصك في الحقيقة في دخولك وانخراطك في هذا المجال. أولا أنا اخترت أن يدخل الخدمة بسبب أن أحس تجربة أن فرصة ذهبية لكل فتاة أو مرأة إماراتية. اليوم كذلك نرى بأن هذه الاحتفالات أو هذا الاصطفاف المهيب يأتي متزامنا مع احتفالات العيد الوطني، نرى آثار البهجة في المدرجات التي تمتلئ بأولياء الأمور وكافة المشاركين كذلك. اليوم حدثينا عن تواجدهم كذلك في هذا الاصطفاف وأيضا مشاهدتهم لأبنائهم من أبناء الوطن يشاركون في هذا الحدث التاريخي. والله حضورهم حضور يشرف ويسعد، لأن نحن سوينا قد ما نقدر أن نطلع بصورة جيدة ولا نبين علينا التعب ولا شيء. نعم هي بالحقيقة مشاعر مليئة بالبهجة والسرور، وممكن الكلمات لا تسع بأن تعبر هذه الفرحة. كل الشكر على تواجدكم معنا وأيضا الشكر على هذه الوقفة المميزة والمهيبة، كل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، ها هي بعض النماذج من المجندات اللواتي حرصنا في الحقيقة على المشاركة في هذا الاصطفاف المهيب، وهي في الحقيقة رسالة ورمز للتضحية وقيم الولاء وأيضا أمل للوطن في الحقيقة في بناء مستقبل مشرق ومستدام، وأيضا هي رسالة بأن الخدمة الوطنية ليست مجرد واجب بل هي شرف ومسؤولية على الجميع. حفظ الله الإمارات وحفظ شعب الإمارات. والآن ننتقل بالكلمة إلى الزميل رافد وإلى الأخوة الزملاء كذلك في استديو وزارة الدفاع.
مشاهدينا، تعد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت عنوانا لبدء القوات المسلحة بتدريب الإناث ضمن كوادرها منذ تأسيسها في أغسطس من عام 1990 بناء على توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وللحديث بشكل أكبر عن المدرسة ودورها في الخدمة الوطنية، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف سعادة العميد عفرة الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية. سعادتك بداية كل عام وانت بخير بمناسبة اليوم الوطني وبمناسبة هذا اليوم المجيد احتفالا بمرور 10 سنوات منذ تأسيس الخدمة الوطنية وهذا الاصطفاف الجميل. أولا أستغل الفرصة وأرفع اسم آيات التهاني والتبريكات لمقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، قائدنا، قائد القوة، قائد المجموعة، قائد الشعب، الله يحفظه ويطول بعمره يا رب. تأسست مدرسة خولة بنت الأزور عام 1990 بتوجيهات سامية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، حظت باهتمام كبير من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ومن أم الإمارات من بدايتها، وهي مهتمة بالعنصر النسائي، تطوير العنصر النسائي بما يتواكب مع خطط وزارة الدفاع ولله الحمد. يوم جاء القانون عام 2014 بالنسبة للخدمة الوطنية كان لنا الشرف أن نكون الجهة اللي تدرب العنصر النسائي، طبعا أول دورة ولين اليوم كل الدورات انعقدت بالنسبة للعنصر النسائي اللي نات في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية. شفنا من البداية الأعداد الكبيرة ما شاء الله اللي تنتسب للدورة، يمكن كنا في البداية نعقد دورة، عقب شوية زادت الأعداد فصارت بدال دورة دورتين، وكان كل مرة نشوف الإقبال أكثر وأكثر ولله الحمد. اليوم نحن نتشرف ونفتخر نشوف أن مر 10 سنين على هذا القانون الناجح، القانون اللي خلق كثير من الترابط بيننا وبين المجندين أو بيننا وبين شعب دولة الإمارات، ونحن منهم وفيهم مثل ما يقولون، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب اللي حسينا إن شبابنا عندهم الرغبة، عندهم الإصرار، عندهم الولاء، عندهم حب الوطن ولله الحمد. وترجمته هاي الطوابير اللي واقفة ورانا هي تعبر عن نفسها وهم اللي يقولون نحن موجودين. نعم سيدي، كيف كان دور مدرسة خولة بنت الأزور في تعزيز استقطاب المتطوعات للخدمة الوطنية؟ دور المدرسة، أنا بقول لك العنصر النسائي الخدمة الوطنية بالنسبة للتطوعية ومن حقهم يجون أو ما يجون، ولكن نحن اللي شفنا أو لاحظنا أو شافون الناس كلهم بشكل عام إن الأعداد في تزايد وبشكل مستمر. ليش؟ أولاً عندهم الرغبة وجايين برضاهم، والشيء الثاني حصلوا التربة اللي هم يتدربون وتيئون فيها. وبعدين بقول لك شيء، حب الدولة أو حب الوطن ما شيء سامة، لو نقول إن إحنا شوية يمكن الدورة فيها تعب أو فيها مشقة، بالعكس حب الوطن يطغي على هالشيء. إني أطور مهاراتي وأتعلم أشياء جديدة تخدم دولتي، كل شيء هون قدامه. سعادتك، شفنا مثل ما ذكرتي سيدي أن الخدمة الوطنية للمجندات تطوعية ويون طوعا، ولكن شفنا أيضا تخرج شيخاتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم قدوة بنات الإمارات من مدرسة خولة بنت الأزور تطوعا في الخدمة الوطنية، شو تقولين عن هذه المشاركات؟ اليوم يوم أنا أشوف بنات شيوخنا الله يحفظهم في الدورة، وأنا هالكلام يمكن قلت عدة مرات وبعيدة، المجندات بشكل عام أيام الدورات اللي انعقدت اللي فيها الشيخات كانوا يتعاملون الشيخات وهم يعرفونهم منهم شيخات، ويتعاملون وياهم ببساطة ما حد يتوقعها. إلين بدينا نقرأ الأسماء ونصف الطوابير الكل تفاجأ إن هاي الشيخة حصة بنت محمد بن زايد، هاي الشيخة حصة بنت حمد بن محمد، هاي الشيخة فاطمة بنت عبد الله بن زايد، وشيخات ما شاء الله عدد كبير اللي كانوا يمثلون قوة بالنسبة للآخرين من بساطتهم، من تعاونهم، من تفانيهم، اتطبق عليهم البرنامج مثل ما الكل شافه في وسائل التواصل. ما كان هناك شيء يعني يميز حد عن حد، ولكن كانوا هم قدام، هم القدوة، هم اللي يعلمون الناس. وفعلا طلعت الدورة، وهي دورة طالبات صغار، أعمارهم كانت صغيرة،
طلعت بأفضل ما يمكن. لحظتها يوم شفنا الله يحفظه سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ياخذ بنته الشيخة حصة وهو كولي أمر وليس رئيس دولة. نحن دومنا نخجل من عمارنا يوم شفناه في منصة التخريج يالس ويا أولياء الأمور، دوم الدروس هاي تخلينا نراجع عمارنا مليون مرة. كلمة أخيرة حابة أنك توجهينها لأهالي المجندين والمجندات في الخدمة الوطنية. المجندين والمجندات أولا قبل كل شيء نقول مدامهم في دولة الإمارات هم في مكان مصون، ومدامهم في الخدمة الوطنية هم تحت راية العز والفخر. ما اليوم ما في إنسان متردد أن يجيب عيال للخدمة الوطنية، هم يدفعون عيالهم للخدمة الوطنية. الخدمة الوطنية شرف وعز، تاريخ ولاء انتماء ردع. نحن قدام الناس ونقول لكم نحن قوة، نحن قوة، نحن بكم وياكم. للأهالي هاي الرسالة، نحن بكم وياكم، نحن ردع، نحن تراكم انتوا برا الميدان هذا تقدمون خدمات جليلة، ونحن وياكم بتكاتفنا ممكن تضاعف جهودنا ونكون أقوى وأقوى دائما وبشكل مستمر ولله الحمد. بيض الله وجهك. سعادة العميد عفرة الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، شكرا جزيلا لك، تمنياتنا لكم بالتوفيق دائما بإذن الله. وانتم لي مشكورين، وشكرا على وجودكم، وشكرا على حرصكم بالتواجد في هذا المكان، ومبروك علينا للمرة الثانية احتفالنا بهاي المناسبة إن شاء الله ودوم في عز وفخر. مشاهدينا الكرام نتوقف الآن وإياكم مع هذا الفاصل الغنائي وهذه القصيدة الوطنية المغناة في حب الوطن والقيادة احتفالا بالذكرى العاشرة للخدمة الوطنية وعيد الاتحاد 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة. إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين في هذه التغطية من أرض السميح وفي وقفة الولاء، ننتقل إلى الزميل رافد الحارثي ومن الميدان. شكرا لكم زملائي في استديو وزارة الدفاع، لازلنا وياكم مشاهدينا مستكملين تغطيتنا لهذا اليوم الاستثنائي والذي يتزامن مع اليوم الوطني 53 وقفة ولاء. هذه الوقفة بالتأكيد فيها العديد من العمل الكبير بين الجهات المختلفة وسواء مدنية أو عسكرية، وللتركيز على هذا العمل الكبير يسعدني أن نرحب بضيفنا سعادة العقيد ركن جمال ناصر البلوشي مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. رحب فيك سيدي. في البداية نتكلم عن يعني رحلة المجند، هذه الرحلة اللي تبدأ من دخول الخدمة الوطنية إلى انتهاء بانتساب القوات لقوة الاحتياط. نعم، أهلا وسهلا. بداية نصت المادة رقم 6 لسنة 2014 على كل مواطن بلغ العمر 18 سنة التقدم لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والدخول في موقع الخدمة الوطنية للبدء بالتسجيل.
بعد مرحلة التسجيل يبدأ مرحلة الفحص الطبي، وبعد ما ينهي مرحلة الفحص الطبي يحصل على الدرجة الطبية اللي تناسبه. على أساس الدرجة الطبية هذه يتم توزيعهم على مراكز التدريب، يستمرون في مراكز التدريب الأساسي لمدة 4 شهور. بعد ما ينهون مرحلة التدريب الأساسي ينتقلون إلى مرحلة التدريب التخصصي، ويقضون فيها في حدود من 2.5 شهر ل3 شهور، 3.5 شهور. بعد ما ينهون مرحلة التدريب التخصصي يبدون بمرحلة التطبيقات على التخصص حتى نهاية البرنامج 11 شهر. ثم ينتقلون بعد ما ينهون مرحلة الخدمة الوطنية يتم نقلهم إلى مرحلة الاحتياط، ينتقلون إلى قيادة قوة الاحتياط والاحتياط التخصصي، ويبدون مشوارهم في رحلة الاحتياط اللي هي أسبوعين، تبدأ بأسبوعين إلى 4 أسابيع على حسب مقتضيات الحاجة بشكل سنوي حتى بلوغهم 45 سنة. اليوم سيدي، اليوم أكيد يتابعون الكثير من أولياء الأمور سواء خلف الشاشات أو حتى اليوم اللي تواجدوا في هذه الوقفة على المنصات، رسالتك لأولياء الأمور سيدي؟ رسالتي لأولياء الأمور أنهم يفتخرون بأبنائهم. أبنائهم اليوم يعاهدون الوطن بتقديم التضحية لسبيل هذا الوطن، يقدمون الغالي والنفيس لهذا الوطن. فرسالتي لأولياء الأمور الفخر والافتخار بأبنائهم وللدرجة اللي وصلوها من الرقي في التدريب. شكرا لك سيدي. العفو. إذن مشاهدي الكرام، فعلا وقفة فخر، نفتخر ونفاخر أمام العالم بجنود الخدمة الوطنية والاحتياطية بما مروا به من مهارات مختلفة، من محطات هامة في تدريبهم الأساسي أو حتى الفعلي. لوحة وطنية شكلت اليوم، لوحة استثنائية في هذه الوقفة العظيمة، من أكبر الاصطفافات خلنا نقول في تاريخ دولة الإمارات، وقفة ولاء اليوم نعيشها والتي تتزامن مع اليوم الوطني 53. نعود للزملاء في الاستديو، تفضلوا لكم الكلمة. شكرا رافد على هذه التغطية من أرض الحدث. مشاهدينا، الخدمة الوطنية كانت من ضمن الخطط الاستراتيجية المحورية على مستوى دولة الإمارات، ومما انعكس أيضا في وضع جاهزية الخدمة الوطنية وأيضا المساهمة في التخطيط للخروج بمستهدفات تصل إليها بشكل دقيق وأيضا ذو كفاءة عالية. يسعدنا في هذه الفقرة أن نستضيف الأستاذة آمنة راشد اليماحي، مديرية التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. حياك الله أستاذة آمنة. يا مرحبا بكم. بداية نقول لك كل عام وانت بخير بهذا اليوم الوطني، العيد الوطني لدولة الإمارات، وكل عام وانت بخير بمناسبة مرور 10 سنوات على الخدمة الوطنية منذ انطلاقها. اليوم نشوف الاصطفاف أمام الأعين، حقيقة شيء نرفع به الرأس ونفخر به قدام الأمم كلها. شو تقولين بهذا المناسبة أختي آمنة؟ أنا فخورة جدا بأبناء الإمارات، بأبناء زايد رحمه الله، المؤسس اللي أسس هذا النهج. وطبعاً نحن في فخر شديد، ما نستطيع صراحةً أن نوصف الإحساس اللي نحس فيه. منظر يقشعر له البدن، يشعر الجميع سواء كان من أفراد أو مؤسسات أو أسر إماراتية ومقيمة بجمالية هذا المنظر وما يحمله من شعور بالولاء والانتماء وتعبير عن تضحية لدولة تستحق منا الأفضل دائما. نعم أستاذة آمنة، التخطيط الذي بدأ منذ قرابة 10 سنوات نرى مردوده اليوم على أرض الميدان ومن موقع السميح. أنتم في التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، كيف سنرى 10 سنوات المقبلة بإذن الله؟ حرصت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على منذ بداية إنشائها على أن يكون هناك تخطيط سليم لهذا البرنامج وتوحيد لجهود جميع القائمين فيه، سواء كان من الوحدات داخل أو خارج القوات المسلحة. لهذا دائما كانت تأخذ شعار التزام
ومسؤولية مشتركة، لأن الخدمة الوطنية هي واجب وطني على الجميع، ويستحق أيضاً أن يبذل الجميع من مؤسسات ومن أفراد الجهد اللازم لأن يسير هذا العمل باتجاه تحقيق الأهداف اللي تسعى لها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تكوين أو تشكيل احتياط وطني يدعم متطلبات الأمن الوطني الشامل. جميل. اختياماً إذا بنرجع لتاريخ الخدمة الوطنية قبل إصدار القانون الأخير في عام 2014، هناك يعني تواريخ سابقة ذكرت لنا إياها أو مراحل تسلسلية للخدمة الوطنية والبرامج التطوعي، ممكن تذكرينا مع المشاهدين في تاريخ هذه القوانين؟ طبعاً هناك عدة مراحل قبل إنشاء أو إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. الفكرة هذه كانت هاجس القيادة منذ سنوات طويلة، وبدأت يعني بعدة زيارات لدول مطبقة لبرنامج الخدمة الوطنية، تعرفوا من خلالها على أفضل الممارسات المطبقة في هذه الدول. وكعادة دولة الإمارات تهتم بدراسة أي مشروع جديد دراسة عميقة، وتهتم بمعرفة الأثر لتطبيق هذا المشروع على مجتمع دولة الإمارات. فبالتالي بدأت الفكرة فعليا منذ عام 1990 عندما كان طلب تطوع لشباب الوطن في حرب الكويت. عند هذا الوقت لبى شباب الوطن الدعوة وأقبلوا على الأمر هذا بكل فخر واعتزاز، ولله الحمد نجحت تجربة دولة الإمارات منذ ذلك الوقت. بعدها استمرت لجان من القوات المسلحة برئاسة ضباط في موجودين كانوا في هذاك الوقت لزيارة هذه الدول، وفي 2014 بدأت الفكرة خلاص أن يتوجيه بتطبيق الفكرة في الدولة. اختامنا سؤال أخير قبل ما نختم لقائنا اليوم، الاستراتيجية مخرجاتها إلى ماذا تهدف في جعل الفرد الإماراتي الهدف الأساسي والرئيسي؟ الهدف الأساسي أن تجعل الفرد الإماراتي أو الشاب الإماراتي أكثر وعياً من الناحية الأمنية، من الناحية الوطنية، وأكثر اطلاعاً بالمسؤولية. الوطن هذا حقق الكثير من الإنجازات والمكتسبات التي يعني تحتاج إلى الحماية وتحتاج إلى المحافظة والاستدامة. وطبعاً تأهيل الشباب الإماراتي هو أساس برنامج الخدمة الوطنية، فهناك دائماً حزمة من البرامج التخصصية اللي تهدف هذه البرامج من خلالها لتأهيل الشباب، تأهيل بعدة مجالات تخدم الدولة على الصعيد الأمني والعسكري الاجتماعي الاقتصادي. فهنيئاً لنا بقادتنا، وهنيئاً لنا هذا البرنامج ونجاحه اليوم. نشهد اختيامنا اليماحي مدير مديرية التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة للخدمة الوطنية، شكرا جزيلا لك وشكرا لجهودكم الجبارة، وشكرا أن نشوف الثمار حقيقة في هذا اليوم الجميل. احنا نشكركم ونشكر كل حد ساهم في هذا المجهود، والله يوفق الجميع إن شاء الله. إذن مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من استوديو وزارة الدفاع، وننتقل الآن إلى زملائنا بالتعليق على الحدث الوطني الأكبر والأضخم، وقفة ولاء، للتعليق على مجريات وأحداث ومحطات هذا الحفل الكبير. يا وادي الوطن بسال، دون الوطن طفرية مطرية شباننا العقال، دون الوطن ضفرية مطرية شباننا العكام، لكنهم في الهيئة حربية تجهل على الجهال. أوعد على شفية مقضية لمحمد والأبطال، نوادر إشمامية للحية قضاية أفعال، موعد على شفية مقضية لمحمد والأبطال، نوادر إشمامية للحية قضاية أفعال. يا دارنا
ديري يا وادي الوطن بسال. ولاء وقفتهم في يوم توحيدي. في هذه الأثناء يصل سيدي راعي الحفل إلى منطقة السميح، الموقع الذي اختير خصيصا لهذا الحفل الكبير، المنطقة التي شهدت اجتماع المغفور لهما بإذن الله تعالى زايد وراشد، طيب الله ثراهما. مرحبا بكم سيدي، وأنتم تشملون برعايتكم الكريمة مناسبة استثنائية في يوم مهيب وموقع تاريخي بين أبنائكم وبناتكم في ساحات الشرف والبطولة. يبدأ موكب سيدي بالتحرك إلى المنصة الرئيسية، والمدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بسموه. مشهد يعيد للأرض ذاكرتها عندما قرر قائدان الاجتماع في هذه البقعة من الأرض. كانت لحظات ولادة دولة، وأي دولة؟ دولة أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، دولة أصبح يشار إليها بالبنان. أي رؤية وأي حكمة تحلى بها القائدان حين اجتمعا؟ لقد عبرت رؤيتهم الزمان ليعيد التاريخ نفسه، وتلتقي القيادة بأبنائها في نفس البقعة من الأرض. لحظات من رد الجميل لمن أسسوا هذا البناء المتين. حكومة عندنا الإنسان غايتها، تراه أثمن ما تبني وتدخر. طابور تاهر. السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. اللواء الركن عيسى راشد المهيري قائد قوات الاحتياط. ألوية الاحتياط جاهز للتفتيش سيدي. بحجم مشاعر الولاء والانتماء والفخر والاعتزاز والشكر والامتنان
نرحب بك سيدي، وسموك يشرف وقفة ولاء أبناء وبنات الوطن الأغلى دولة الإمارات العربية المتحدة. هنا وقفة ولاء ثابتة لها بريقها الذي لا ينفد، حتى وإن غيرت النجوم مداراتها، لأن الكون الإماراتي متسع فسيح يضم الشموس النيرات تشع فيه الإنسانية بضياء التسامح والتعايش والسلام الإماراتي. إنه اصطفاف رجال الإمارات المتسلحين بالقيمة والشيمة والإصرار والعزيمة. قواتنا المسلحة ظل المنجزات العالية وظلال المكتسبات الشامخة. قواتنا المسلحة البذل والنصل والنجوم الثاقبة والهمة العالية. هم الجبال اشمخرت رفعة وعلا طول السماء إلى أن طاولوا الشهبا. لهم عزيمة ضوء لو لمست بها موجا من اليم أضحى موجه لهبا. وقفة ولاء تمثلنا جميعا، تمثل الشعب الإماراتي بكل فئاته ومكوناته وقيمه ومبادئه وطموحاته وسمو غاياته وأهدافه. إلى جميع الطيارين، اليوم عندنا مهمة وطنية، وجهتنا بتكون إلى منطقة سميح، وهي المشاركة في وقفة ولاء، وهي لحظة فخر واعتزاز. حطوا في بالكم أن وقفة ولاء ما هي مجرد احتفال، بل هي رسالة نحملها على جنحتنا للعالم، رسالة وحدة وشموخ وعهد متجدد لقيادتنا. تأكدوا من جاهزيتكم، والله يوفق الجميع. الآن بعد أن رحبت أرض بلادي بشبابها ونالت من الفخر بها، كان لابد لسمائها أن تسمو بصقورها وهم على متن الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والطائرات العمودية. حضور الكريم، تبدأ الآن الاستعراضات الجوية تزامنا مع جولة سيد راعي الحفل التفقدية، بداية مع الطائرات العمودية التابعة لقيادة الطيران المشترك. ها هم طيارين القوات الجوية والدفاع الجوي والطيران المشترك يتقدمون بطائراتهم ومروحياتهم استعدادا لإبراز قدراتهم القتالية التي لطالما تدربوا عليها وأبدعوا فيها بكل مهارة، على جعلها قوة ضاربة في السماء وحامية لحمى دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد بدأت مرحلة الإقلاع التي تحبس الأنفاس لتعانق السماء، والفخر يملأ صدورنا.
بدأت الآن بالظهور المجموعة الأولى والمكونة من طائرات الأباتشي المعدة للعمليات القتالية المتعددة. الفخر والحماس يتوجان صقور السماء وهم يعانقون عنانها بارتفاعات قياسية ومعنويات تعلوها. الآن تتجسد روح الفريق بوضعية الطيران المنخفض الذي تشاهدونه أمامكم. من على يسار المنصة طائرات بال 407 المروحية المتعددة الأغراض والتي دخلت الخدمة في الإمارات بعد القيام بالعديد من التعديلات التقنية والحرفية عليها. تليها دخول طائرات فينك ذات القوام الممشوق والذي يساعدها على الوصول لسرعات متفاوتة. تليها كما تشاهدون طائرة البانثر ذات الوزن الخفيف والفعالية العالية في الحرب البحرية. في هذه الأثناء تشهد سماء منطقة السميح واحداً من أروع العروض الجوية العسكرية في تاريخ دولتنا الحبيبة والتي تغدو وتروح في روح أبناء الإمارات بأسمى معاني الولاء والانتماء والفخر. مشاهدون الآن مروحيات البلاك هوك المروحية العالمية المتخصصة بالإسناد القتالي والنقل العسكري. كما تدخل الآن منطقة العرض طائرات الشلوك والتي تقوم بمناورات حرارية، وتعد هذه المروحية مثالا للتطور والقدرة على الإمداد العمودي المتوسط والثقيل. وسوف تختم الطائرات العمودية عروضها بطائرات البلاك هوك الهجومية المستخدمة للتعامل مع الأهداف المدرعة. في هذه الأثناء يستعد صقور الجو للدخول لتقول قواتنا الجوية كلمتها في سمائنا وتشاركنا وقفة الولاء. مرحبا بالصقور المخلصين. الآن كل العيون معلقة بالسماء ومعنقة بالفخر والعز، وهي تتابع الاستعراض الجوي المهيب والذي يبرز قدرات القوات الجوية المتأهبة لصون أجوائها والذود عنها في كل الظروف. سوف تشاهدون بعد قليل ومن على يسار المنصة دخول الطيارات المجنحة C-295 وبجانبها طيارات توين أتر. تليها طيارات مجنحة أخرى من نوع C-295 وبجانبها طيارات سيسنا كارافان والتي أثبتت فعاليتها في أرض العمليات. سوف تدخل إلى منطقتنا طائرة C-130 وبجانبها طيارات الحارس
وتليها أيضا طائرة أخرى من نوع C-130 وبجانبها طيارات الحرس. تشهد سماء منطقة السميح واحدا من أروع العروض الجوية العسكرية في تاريخ دولة الإمارات. هنا قصة الإرادة التي لا تعرف المستحيل، وقصة صقور يرون في الأفق ما لا يراه الآخرون، وقصة قيادة تحسن التخطيط وتتقن التنفيذ. ما زالت طائراتنا العسكرية تقوم بتقديم عروضها التي تزين سماءنا بالألوان الزاهية، ونصل الآن إلى ذروة العرض الجوي مع دخول الطائرات المقاتلة، أيقونة القوة الجوية ورمز التفوق العسكري. بدأوا الطيران جميعهم على قلب رجل واحد، يسيرون وفقا لبوصلة واحدة لا تضل خطاهم. صقور أخذوا على عاتقهم رد الحق وحفظ الأمن، يسطرون تاريخا مجيدا تاريخ الإمارات المضيء. في هذه الأثناء سوف تشاهدون تشكيلا من طائرات F-16، تليها طائرات الميراج 2009، ومن خلفهم تأتي طائرة الاستطلاع جلوبال 6000 ترافقها طائرات الميراج. استطلاع جلوبال 6000 ترافقها طائرات الميراج، ومن خلفهم تمر طائرة التزود بالوقود جوا، والتي تستطيع تزويد مختلف الطائرات بالوقود في الجو. يليها طائرات الميراج 2000، وسوف تلوح في الأفق طائرات C-17 يرافقها طائرات الميراج، ومن خلفهم طائرات F-16 هدير المحركات النفاثة تدوي في كل مكان، ومعها العيون معلقة بالطائرات التي تسابق الأبصار. سوف تختم هذه الجولة عروضها بطائرات C-17 وتتبعها مقاتلات F-16. مشهد وطني بامتياز سيخلده التاريخ في عقولنا وقلوبنا. الأرض وصقور في السماء، مخلصين للوطن والقائد، يذودون عن حماه ويدافعون عن مكتسباته الوطنية والحضارية والإنسانية، مجددين العهد والولاء لخدمة دولتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة، رافعين شعار الوفاء والإخلاص: الله، الوطن، القائد. One.
نحن متوجهين من كلية خليفة بن زايد الجوية إلى منطقة السميح. نبي نبهر كل اللي عيونه على سمانا لنشكل معا عبارة غالية على قلوبنا، دولة الإمارات العربية المتحدة. في ختام هذا العرض الجوي تشهد سماؤنا لمسة إبداع سوف نشهدها في الجهة المقابل للمنصة الرئيسية، سرب من طائرات البي سي 7 والبي سي 21 تشكل الأحرف الأولى من اسم دولة الإمارات العربية المتحدة UAE. هكذا هم أبناؤكم سيدي، أبناء القوات المسلحة، وعلى مضي الأيام أوسمة على صدر الزمان بارقة وهالات بالنور مشرقة، فهم الصقور الجارحة والكواسر الضارية وأسود العرين وحماة الأرض والعرض، وهم جنود الشرف والمجد، وهم سواقي الخير الجارية، وهم رسل السلام ورسائل القلوب الصافية، مستلهمين قوى العزائم التي لا تلين من قامات من أسسوا البناء المتين، مؤكدين عازمين بأن يكونوا دوما وأبدا أبناء زايد وأبطال محمد وحماة الاتحاد. عشر سنوات من العطاء والتضحية والوفاء للوطن، حيث تكللت هذه المسيرة بتضحيات جبارة وبجهود لا تقدر بثمن قدمها أبناؤكم وبناتكم في ساحات الشرف. عشر سنوات استطاعت فيها الخدمة الوطنية أن تثبت للعالم أجمع أن أبناء زايد هم خير انعكاس لروح زايد، لا طموح ينشدونه أكبر من التضحية في سبيل حماية وطنهم. اليوم ونحن نحتفل بذكرى تأسيس بلادنا الثاني من ديسمبر، الذكرى 53 لاتحاد أعظم وطن بناه الآباء المؤسسون الذين التقت قلوبهم وإرادتهم على الخير والأخوة، غرسوا البذرة ونمت البذرة فأصبحت الشجرة الوارفة التي تغطي ساكنها ومن يستظل بظلها وحماها دولة الإمارات. وليس ببعيد عن هذا المكان اجتمع قائدان ليكون الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الاتحاد. سيدي راعى الحفل، نشهد اليوم بحضوركم الكريم نقلة نوعية في مجال القدرات الدفاعية والاستراتيجية، وهي تدشين القوات المحمولة جوا، حيث يأتي هذا الإنجاز تماشيا مع رؤية قيادتكم الرشيدة لتطوير القوات المسلحة ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المتغيرة في عالم يشهد تطورا سريعا في تقنيات وأساليب الدفاع. تبدأ الآن سيدي مراسم تسليم علم لواء خليفة بن زايد المحمول جوا.
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في هذا اليوم التاريخي يوم عيد الاتحاد 53، يوم الرفعة والعزة، أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله قرار منح مجموعة من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات المسلحة وسام الإمارات العسكري تقديرا للجهود المبذولة في مرحلة التأسيس والبناء في تفعيل قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى، اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة. وسام الإمارات العسكري من الطبقة الثانية، العميد راشد عبد الله الحبسي. العقيد حميد راشد الخاطري. وسام الإمارات العسكري من الطبقة الخامسة، كبير وكلاء محمد خليفة الجابري. وكيل أول إسماعيل عباس البلوشي. الحمد لله الذي أكرمنا بقيادة رشيدة جعلت خدمة الوطن والمواطن نصب أعينها وسارت على درب الحكمة والرؤية الثاقبة لتحقيق الرفعة والازدهار. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، نلتقي اليوم في مناسبة تحمل أسمى معاني الوفاء والانتماء، مناسبة نجدد فيها قسم الولاء والوفاء لقيادتنا الحكيمة. إنها لحظة نعبر فيها بصدق وإخلاص. داهر. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله. أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر من رؤسائي منفذا لها في البر والبحر والجو داخل البلاد وخارجها.
أن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد حاميا علمها واستقلالها وسلامة أراضيها معاديا من يعاديها مسالما من يسالمها ما دمت حيا محافظا على شرفي وسلاحي لا أتركه أبدا حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة طبار أسرع الشيخ زايد رحمة ربي عليه ويمكن كثير منكم وأهلكم سمع شو أولوياته في الحياة وخاصة لما سأله واحد عن المصانع إن الإنسان هو بناء صعب العنصر البشري بالنسبة له هو العنصر الأساسي في حياة شخص إن الإنسان هو في منتهى الثروة ومنتهى الاعتماد لأنه يعرف قيمته بالضبط العنصر البشري عند الشيخ زايد هو العنصر الرئيسي وهذا حقد عظيم وكنز عظيم اليوم يا كبر فرحته بكم ويا كبر فرحة أهلكم ويا كبر حظ بلادكم كم. شكراً لكم جميعاً شكراً الوالد القائد المؤسس نجدد العهد والولاء لقائد الوطن بأننا ماضون على العهد في التفاني والإخلاص والتضحية وآداء الواجب حفاظاً على الوطن ومقدراته وإنجازاته متسلحين دوماً بالوطنية والكفاءة والجاهزية والعلم داعين الله أن يديم علينا نعمه وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة قيادة الخير والحكمة والعطاء إنه سميع الدعاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله كل الشكر والتقدير والثناء لتشريف سموكم هذا الحفل الكريم في وقفة ولائنا وعزتنا وشكراً لأصحاب السمو الشيوخ ولحضورنا الكريم وطن المجد والكرامة دولة الإمارات العربية المتحدة سيبقى وطن شجرة الاتحاد الطيبة الوارفة التي اهتزت وربت وشمخت وآتت فخرها اليوم بأبنائها تلك الشجرة التي هي غراس يد طيبة ورعاية متواصلة من قيادة رشيدة أخذت على عاتقها نشر الخير في ربوع بلادنا
أهلاً وسهلاً بكم من جديد في هذا اليوم المجيد. شكراً لزملائنا المعلقين على هذا الحفل، وكأن ما شهدنا من هيبة وجلال وجمال بعث في قلوبنا التجديد. ولمن يعادينا الوعيد، ليس هناك أغلى من الوطن للذودي عنه، وليس هناك أجمل من شبابنا وهم بهذه الحماسة والعزيمة، وليس هنا أسمى من عيد الاتحاد لنحتفل به بوقفة الولاء في حضرة قيادتنا الرشيدة. نعم، سيسطر اليوم بأحرف من نور إنجازات عقد من الزمان على الخدمة الوطنية، ويسمو بطموحات الأجيال في قادم الأيام لتنضم إلى هذه الوحدات العسكرية التي أصبحت اليوم مؤهلة لحمل المسؤولية بالتمام وعلى أكمل وجه. ننتقل الآن إلى زميلنا رافد الحارثي ويحدثنا عن الأجواء من حوله. تفضل يا رافد. نعم، شكرا لك حامد وسعود، لازلنا يعني مستكملين معكم، وهذه التغطية وهذه الفرحة اللي شاهدناها اليوم من هذا المكان وقفة ولاء، شاهدنا هذه العروض الرائعة الجميلة، هذا الاصطفاف المهيب بالأمانة. 4 كيلو كان من يعني خلينا نقول الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، مشكلين من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية. شاهدنا اليوم كذلك مشاهدي الكرام هذا العرض الجوي الرائع، شاهدنا طيارات العمودية والكثير من آليات القوات المسلحة والقدرات الكبيرة والضخمة من وزارة الدفاع. شفنا الفرحة بأمانة في عيون أولياء الأمور، شفناهم كذلك متواجدين من أصحاب الهمم، شفنا الخدمة البديلة، وشفنا كذلك أولياء الأمور من آباء وأمهات والعديد من الضيوف اللي حضروا اليوم يشوفون هذه الفرحة والتي تتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني 53. فرحة كبيرة، فرحة عامرة، أعتقد اليوم كل بيت إماراتي فرح بالمجندين والمجندات من الخدمة الوطنية اللي شاركوا في هذه الفرحة، فرحة للتاريخ بأمانة سعود وحامد. شكرا لك رافد على نقلك للأحداث من موقع الميدان، ونتوقف مشاهدينا الآن مع هذا الفاصل الغنائي، ونعود ونستكمل فقرات استوديو وزارة الدفاع في منطقة السميح. جيش وجنود وفي السماء نكسر الميراد نقصف ونهدم كل جلمود ونعادي اللي دوم هياد هالأرض حنا جيش وجنود وفي السماء نكسر الميراد نقصف ونهدم كل جلمود ونعادي اللي دوم هياد إن لها قدام منعود إلا بشهادة نصر وضاد يبقى يبو خالد على العود وعيال سايب سب وعلاد إن لها قدام منعود إلا بشهادة نصر وضاد يبقى يبو خالد على العود وعيال سايب سب وعلاد. حملت الخدمة الوطنية العديد من التطلعات المستقبلية، حيث تتطلع دولة الإمارات من خلال برامج الخدمة الوطنية إلى توسيع نطاق التدريب والتأهيل ليشمل المزيد من المجالات الحيوية وضمان استدامة التنمية الوطنية من خلال الاستثمار في العنصر البشري. نعم سيدي، كما يسعى القائمين على الخدمة الوطنية بشكل مستمر إلى مواصلة تطوير البرامج التدريبية لتكون مواكبة للتحديات والمتغيرات العالمية، حيث تمثل الخدمة الوطنية الإماراتية قصة نجاح ملهمة تبرز دور القيادة الرشيدة في بناء مستقبل الوطن. الخدمة الوطنية ليست مجرد التزام، بل رسالة انتماء ومشاركة في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة، ومع استمرار هذه المسيرة سيظل شباب الإمارات رمزا للفخر والاعتزاز، وهم يدركون ويظلون مؤكدين التزامهم الدائم بخدمة الوطن.
السلام عليكم. يعطيك العافية. كيف معنوية؟ دولة الإمارات العربية المتحدة تقف على أسس التضحية والشجاعة والأخوة، واليوم تنتقل هذه المسؤولية إليكم أنتم الجيل القادم. إلى هنا مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام التغطية الخاصة بوقفة ولاء من استديو وزارة الدفاع من منطقة السميح، ونعود وإياكم في البث الوطني عبر شاشات قنوات دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل أن نودعكم نود أن نشكر كل القائمين على هذا الحدث من وزارة الدفاع والقنوات الوطنية، وأيضا هنا أشكر الزميل والأخ وسيدي أيضا في الخدمة الوطنية سعود الكعبي. شكرا لك. شكرا لك أخوي حامد، وشكرا لكل المتابعين، وشكرا لشباب الوطن اللي لبوا النداء في هذا اليوم في هذا الاصطفاف العظيم، وشكرا على كل القائمين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وشكرا لفريق العمل حقيقة، وشكرا لمتابعينا في كل مكان. والآن نرجع إلى البث الموحد لكافة قنوات الدولة. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.